نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبمشاركة أمانة العاصمة وغرفة التجارة نظمت جولة تفقدية للأسواق المركزية بالمنامة. هذه الجولة تأتي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك للوقوف على أوضاع الأسواق من حيث مدى توافر وتنوع الخضروات والفواكه والمواد الغذائية الأساسية في الأسواق بما يضمن استقرار أسعارها في الشهر الكريم. وبين السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأن الوزارة تراقب وتتابع بشكل مستمر حركة الأسواق المركزية من حيث انسيابية تدفق السلع الغذائية والتعرف على العوائق للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار ورصد أي مظاهر غير قانونية والتعامل معها وفقا للإجراءات المتبعة. وأكد الأشراف جهوزية التجار واستعداداتهم للشهر الكريم وذلك من خلال استيراد السلع الرئيسية في وقت مبكر مشيرا إلى أن المخزون الغذائي يكفي لعدة أشهر وليس لشهر رمضان المبارك فقط. طبعا زيارتنا اليوم للسوق المركزي مع جميع الجهات الحكومية وأصحاب الاختصاص للتنفيذ لتوجيهات القيادة الحكيمة حسب توجيهات مجلس الوزراء الموقر للوقوف على يعني كافة المعوقات وتطمين الشارع البحريني بكافة أطياف المواطنين والمقيمين بما هو مقبل علينا شهر رمضان الكريم. وبهذه المناسبة أحب أهني القيادة الحكيمة والشعب البحريني الوفي بهذه المناسبة، عادها الله علينا باليمن والبركات إن شاء الله، ولله الحمد ما تلمسناه وشفناه اليوم شيء مطمئن، شيء يعني نفتخر فيه كمواطنين. أبارك للقيادة وللشعب البحريني قدوم رمضان، ما في أي شح في لا في لحوم لا في خضروات لا في مواد غذائية، البلد عندها مخزون من 4 إلى 6 شهور، ما عندنا أي مشكلة. حتى القمح إحنا لا نستورده من روسيا أو من أوكرانيا، إحنا نستورده من أستراليا وأمريكا. مثل ما شفنا اليوم اللحوم موجودة، الخضروات موجودة، الدجاج موجود، المطاحن شركة المطاحن وزعت الحصص السنوية لرمضان. أسواق المركزية في البحرين كلها على جاهزية تامة لاستقبال الشهر الفضيل بإذن الله. كل المواد الغذائية متوفرة بأصنافها وأنواعها في مجال اللحوم الخضروات والفواكه والأسماك، كلها للأمانة التجار مجتهدين في يعني إيجاد تنوع وبدائل عن وايد أصناف، كلها بتكون متوفرة خلال شهر رمضان المبارك. يمكن الإقبال على اللحوم بيكون أكثر كالمعتاد، ولكن بعد للأمانة من خلال الزيارة اطمئنينا كل الأمور بتكون على أفضل وضع وجاهزية.